عصام شخصيته انه موجود بالاحداث وهو مش موجود بالحقيقة. يعني على طول عصام هو موجود بخلفية الشخصيات اللي عم وخصوصا شخصية ميرا، بس هو بالحقيقة مش ضروري يكون موجود فيزيكلي. بقى مشان هيك هذا المرور بهذا المسلسل انا بسميه مرور، حبيته كتير لانه في له تأثير، في له نكهة خاصة، وفي له شكل غريب شوي. يعني في مشاهد من زمان، في مشاهد هلأ، في مشاهد من زمان شوي، في مشاهد من زمان كتير، يعني مخلوطة العملية. واللي مبسوط فيه كمان انه هيدا بيكون دوره عصام هو دي جي على مطرب بغني مع باند على كذا. يعني اشتغلنا هلأ على الموسيقى، عنا تصوير مع الباند، هلأ اشتغلنا على الموسيقى لأغاني خاصة لها دخل بميرا، لها دخل بعصام. مشان هيك هيدا المرور انا حبيته بالمسلسل، مشان هيك اشتركت فيه. بس علي لي صوتي، انا مش عم بسمع صوتي منيح. اول مره بعمل دور هيك حدا بيغني يعني، وانبسطت لانه يعني المخرج كيف اخذنا وجهه نظر المخرج كيف هي رؤيته كيف هي، والفنا الموسيقى على هذا الاساس. بقى سيمون ترابايل المؤلف ألفنا وكتبنا وأنا كتبتها على هيدا الأساس. يعني الأغاني مش أغاني طعو نعمل غنية عن الحب أو طعو نعمل غنية عن شخص معين، لا، الغنية كمان إلى سياق درامي داخل فيها. يعني الموسيقى إلى سياق درامي داخل فيها، لأنه الموسيقى هي جزء أساسي من فكرة الهروب تبع ميرا، من مبدأ الحرية، من مبدأ التفلت، من مبدأ الحب، من مبدأ الرومانسية، من مبدأ القوة. الهروب هو عنوان لشخصية البطلة، لشخصية شجون بالحقيقة، ولكن هذا الهروب بينسحب على كل الشخصيات بالمسلسل، لأنه في نوعين من الهروب. في الهروب الحقيقي، واحد بيفتح باب البيت وبيهرب بيتخبى، وفي الهروب من حاله، وفي الهروب من الآخرين وهن موجودين. يعني في هروب نفسي وفي هروب جسدي. بقى في هذا النوع من الهروب موجود بالمسلسل بالدرجة الأولى بالشخصية الأساسية اللي هي شجون، ولكن إن الشخصيات كلهم بيكتشفوا أنه كلنا عايشين حالة هروب وعم نجرب نهرب من أشياء، بس مش عارفينها، مش لامسينا. خليك عم بحكي معك. لحظة رجع هيك. عصام هو إحدى الشغلات اللي فجرت لخلت يصير في هروب. اي ممثل حقيقي عم بيفتش على انه كيف يركب شخصيه، كيف يمثل، كيف ياثر بالناس، كيف يترجم رؤيه المخرج، هيدا القلق اللي جواته اكيد بدك تستمتع معه. طبعا مش رح تستمتع مع ممثل جاي ما يعمل عرض مثلا، او مع ممثل جاي تعمل عرض، لا مش هيك. فاذا منشان هيك الشغل مع شخص مثل شجون، شخص حقيقي، شخص عم بيمثل، شخص الشكليات بعيدة عن شخصيته، شخص عم يبحث لجوا، هيدي لوحدها بيكون فيها متعة وبيكون فيها كيريوزيتي، بيكون فيها فضول كمان. عصام انت اوكي؟ فيك شيء؟ لا ما في شيء، وحدة عم تطحنك، شو بدك فيها؟ شوف انسى انسى ماشي مهم. ثالث مرة على شاهد. بتعرف قديش صرنا منقول شاهد بالنهار الواحد؟ كم مرة منقول الكلمة؟ بتعرف كم مرة صاروا الناس بيبعتولنا أو بيشوفونا بالشارع أو بالمول مسلسل عشاهد، المسلسل عشاهد، شاهد؟ صارت الكلمة انكستري قد ما صرنا عم نقولها، وهذا الشيء بفرح لأنه هذا بالنسبة لنا متنفس كتير كبير ونحن بحاجة له. شاهد إذا حضرتوا شوي منه ما رح تقدروا تهربوا، رح تضلكم للآخر. تابعوا هروب على شاهد إيجل فيلمز، مخرج محمد جمعة، وأنا معكم بديع أبو شارة.